بيستاش. اول حاجه تيقول لك بان الحول عالف، اي الحول عالف غالي، اي ما كاينش مشكل، وريني الحول اللي عالف، الحول اللي عالف شي الرحمه عندنا. هيدوره يا صاحبي، بلاش بلاش هيدوره. هاد الرحمه هادي 50% ديال الحواله كامله فيروس، كامله ولاستس، كامله كل الدرويش ما عندوش كياخذوا، يعني راه ما ديش بالاضحيه، يعني الناس اللي فرح اولاده كيخدم الشمس والغربان. الله يخلص لي كان حيله وسبات، لان حشومات اللي داروا الدرويش والله الا عيبوا عاد، وهذه هبه الله عز وجل، هبه الله، هبه الله، ما خصهاش تكون بهذ الحالات. حشومه وعيبوا عاد، هاي دوره تاخذ ب 60,000 70,000 والله الا عيب، والله الا عيب، ويكذب عليك الكاذب يقول لك الدرويش معايير. لا والو، بلاش يا بلاش، هذاك الوزير اللي قال 800 درهم، ياك هذاك الوزير، بلاش يا بلاش، الوزير قال 800 درهم الحولي، ياك 800 درهم، ارجع قسما بالله ما نكذب عليكم، ياك 3 ايام وانا خدام في الرعب، شي خرجت حولي، الا حولي قدوكا قدوكا عرفتي شحال داير؟ 70، شي يقول لي ديه ولا خليه، ديه ولا خليه، كيفاش ديه ولا خليه؟ فين هو الحولي 16,000؟ فين هو؟ انت بيبيه بنادم عايز بيبيه، عندك الكاميرا، انت صحفي، انت صحفي اخويا، دور دابا وريني واش درويش، دابا واحد درويش، درويش غير يمكن لي يعيش، وريني دور دابا، دور انت كلشي قدام عينيك، قدام عينيك، قدام عينيك، قدام عينيك، قدام عينيك، دور وريني الدرويش واش غياخذ الحولي، وريني والله اخويا راه غيديها يدور بالله، والله تنحاسبو امام الله، امام الله نحاسبو، وريني الدرويش واش عايز، وريني وريني الدرويش واش عايز، شي بوفريه مكرفصين والله ياخذ الحق في هذه الحكومه هذه، شي هادشي اللي كيعينوا فيه المغاربه اقسم لك يمينا ما غنسامحوش لهم، ما غنسامحوش لهم، لا مجلبيه او شريه لا شناقه، لا دنيا لا دين، ما غنسامحوش لهم، لان هادشي اللي واقع، هادشي اللي واقع غدا امام الله غيتحاسبوا عليه. شحال حول خالد خويا باغي تاخذ حولي؟ انا ما فهمتش، حولي ديال 1000 درهم ولينا كناخذوه ب 46 60 56 وما كاينش المشكل، ما كاينش المشكل، ما كاينش الحولي، كاينين غير الجراتل والبوفريه مساكر باركين يتفقسوا، كطلبوا ما كيبغيش، ما فهمتش، ماشي حشومه، راه حرام هادشي اللي وصلنا ليه، هادشي اللي وصلنا ليه، راه هادي من علامة الساعة، من مسألة دينية ولينا كنتباعوا ونتشاراو فيها، كيبيعوا ويشريوا فينا، راه هادشي حرام. والثمن كان بعيد هنا اليوم، واش مش ما فيش حتى 24 كيلو، كيقول لك 64 65 60، وكاينين الأكثرية البهايم اللي مزيانين والحوالة اللي مزيانين كتلقى فيه الديفو مدخلين وكيبيعوا فيه، وهو مريض أصلا ما خصوش يدخل للسوق كاع، ما خص بحال ديك الحاولي ما خصوش يدخل للسوق. بنادم أخوان الصراحة مزيانة، هاد العيد كانوا يلغيوه من الأحسن، الدرويش حفروا لي حفروا ودفنوه، ما بقاش كيشوف حتى إلا بعينيه، ما كيسمعش بودنيه. حقيقة هاد الشيء هذا راه باهظ، هاد الثمن اللي كاين والله إلا باهظ، الناس راه مكرفصة، وبنادم مش كيديه ب 50,000، ما فيش 24 26 كيلو وبزز منه، حتى هاد الشيء هذا هو بلي يجي ضروري، حتى هو اللي عنده وليدات خصو يعيد لهم، ضروري ما يمشيش لهم بلاش، واخا يدي لهم داك الشيء اللي قسم الله. وسيدي نتمناو لكل شيء ان شاء الله عاد يقضي الغرض، نتمناو هاد الشيء هذا ما يتكررش عام اخر ان شاء الله.